أشادت العديد من المنظمات الدولية بنجاح مصر في مكافحة التعديات والبناء العشوائي. كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن أن مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان المناطق غير الآمنة من إجمالي سكان الحضر. فيما صرح الاتحاد الأفريقي بأن مصر تنفذ مشروعات قومية كبرى تتكامل مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في عام 2030. We'll be right back.